الإخوة مدراء عموم المكاتب والمديريات، الرائعون صانعو المنجزات وقائدهم الأخ أيمن الذي يبذل هو وزميله في الطرف الآخر عبد الخالق سيف الذي استطاعوا أن يحققوا لتعز الكثير من المنجزات التي تعكس بالفعل الصورة المشرقة لتعز الثقافة والرياضة وأيضا العلم. هذه هي القضية الأساسية. أولا نقول لهؤلاء الشباب بأن ميداليتهم هي باستعادة المقر وعودتهم إلى أماكنهم بكية. هذه في تقديري هي الميدالية الحقيقية التي ينبغي أن يتقلدوها. وهنا أكرر لمرات عديدة الشكر والتقدير لمعالي الأخ نائف البكري وزير الشباب والرياضة الذي يتابع هذا الموضوع بصورة مستمرة، يعني وقد وصلت منه الخطابات للتأكيد على استعداد الوزارة لإعادة هذا المقر إلى الوضع الذي كان عليه. أولا كما قلنا نهني هذا الفريق كرة اليد بنادي الصقر على حصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية. يعني هذه المنجزات يعني قامت معارض الكتب، معارض الصور، حصول تعز على البطولات، يعني هي تقدم أروع الصور وأنصعها وتؤكد إصرار تعز على الحياة، على المضي في الحياة. هذه هي تعز، يعني لا يمكن أن تتوقف فيها معالم الحياة. إنه اليوم يعني عندما نجد بأن محافظة تعز بأنديتها الرياضية ولاعبيها يتصدرون البطولات والمشاركة الوطنية ويؤكدون فعالية التعافي للمحافظة رغم كل الأضرار التي وقعت بملاعبهم بلاعبيهم بكل شيء حدث في الوسط الرياضي، وبرغم ذلك نجد أنه الجميع يلعب والجميع يتدرب حتى أثناء قصف الملاعب والذي حدث في المرة الأخيرة وراح ضحيته يعني الكابتن ناصر الريمي ونقله وعدم الأطفال، وهي أيضا من الجرائم المدانة يعني في كل الأعراف. نقول بأن هذه المنجزات تعتبر أيضا مؤشر مهم على كفاءة وفاعلية وقدرة مكتب الشباب والرياضة، وأيضا على اهتمام السلطة المحلية بكل قياداتها بقطاع الشباب والرياضة باعتباره يمثل جزء محوري في تطبيع الحياة بالمحافظة ومؤشر رئيسي على استقرارها الشامل. طبعا كان للأندية الرياضية دور مهم جدا، يعني في الحارات، في الملاعب، في كل الأنشطة مهما كانت صغيرة، لكن تعطي مؤشر على أن الحياة يعني مستمرة. كما قلنا المتتبع للإنجازات التي تحققت في مجال الشباب والرياضة سيجد بأن هناك كثيرة، وأهمها أيضا أو أقلها هي الإنجازات أيضا التي تحققت، رغم أنه نحن إنجازاتنا في هذه البطولة ربما يمثل أعظم من أي ترميمات أو من أي مباني أو من أي شيء آخر، لكن حدثت هناك ترميم الكثير من الملاعب، ملعب الشهداء هو الملعب الرئيسي بالمحافظة، يعني تأهيل جميع المرافق الخاصة بالملعب، تهيئة ملعب كرة الطائرة واليد والسلة في ملعب الشهداء، يعني كل المرافق هذه يعني ترممت وأعيدت إلى مقرها، بالإضافة إلى ملعب النادي الأهلي. يعني حاليا يجري عملية وتجرى عملية ترميم جميع المقرات الرياضية سواء على مستوى مركز المحافظة أو على مستوى المديريات. أنا أيضا أقول بأن وجود مدير عام مكتب التربية في هذه القاعة يعني هو يعني يجب أن يعكس
يعني إيمان مطلق بأن الشباب أو العملية الشبابية والرياضية هي جزء من العملية التعليمية، هي جزء رئيسي من العملية التعليمية بل وجزء محوري، وبالتالي نتمنى أن تعود الرياضة المدرسية، نتمنى أن تعود الرياضة المدرسية للمدارس، لأنه المدارس هي النقطة الأساسية التي تصنع اللاعب وتصنع الطالب، تعيد الروح للطلبة، لأنه لا يمكن للطالب أن يتعلم أو يتفوق أو يدرس بدون أن يكون الرياضة هي حاضرة في تفكيره وحاضرة في دراسته وحاضرة في كل نقطة. ممتاز، يعني هذه نقطة رئيسية. أذكر كان في المدارس هناك صالة الملاكمة، هناك صالة المصارعة، هناك الدوري داخل كل مدرسة، وهناك دوري بين المدارس. يعني كان يأتوا المدرسين من داخل مصر، جمهورية مصر العربية، من أجل يدرسوا مادة تربية الرياضة البدنية. أعتقد بأنه حالياً عندنا يعني عدد كبير من المتقدمين لطلب التوظيف في مجالات في تخصصات يمكن يعني لا تتلائم مع سوق العمل. بالإمكان إجراء يعني إعادة تأهيل، إعادة تدريب، إعادة توجيه للناس بحيث يكونوا قادرين على القيام بمثل هذه المهام. عندنا 8000 واحد، عندنا 8000 بني آدم، وهي قضية ينبغي علينا أن نقف أمامها. طبعاً كل ذلك يؤكد كما قلنا بأنه تعز تتجاوز كل يوم قساوات الحرب والدمار والحصار، وهي تسعى نحو المستقبل. نبارك مجدداً في كل يوم وفي كل لحظة لهؤلاء الشباب الذين أعادوا ويعيدوا لتعز رونقها، وهم مصدر جمال تعز ومصدر فخرها، وهم رأس مال تعز. رأس مال تعز هم هؤلاء الشباب. لا يوجد لدينا لا نفط ولا غاز، ولكن لدينا شباب رائع قادرين يحققوا يعني لتعز أكثر ما تحقق النفط والغاز وغيرها من الموارد. شكرا لكم، وشكرا للأخ المدير الذي يعني دائما يتحفل.